فلأنصرن الحق حتى أنني أسقو على ساداتكم بطعاني. الله صيرني عصا موسى الراجل يصعب عليك وكده. في مختصر سأله فرد عليه بس في الآخر أهو حل للحكاية، بس أداؤه يدرس. الحفلات الغنائية وبعد أيام ستقام حفلة غنائية بالقرب من الحرم المكي، ما حكم ذلك وتوجيهكم يا رسول الله للتفكير؟ في المملكة في أمن واستقرار ولله الحمد وإخلاص وعافية، وجدت حكومة رشيدة وفقها الحمد لله. هذه أمور تتعب بحكمة إن شاء الله، وأرجو أن يوفقوا لاتباع الحق إن شاء الله، وأن يقدر في الإعلام ما ينفع الأمة إن شاء الله، وأرجو أن تسمعوا خير إن شاء الله. فظيع، لا فظيع اسلوب كلام. طيب الأخ إبراهيم سماحة الشيخ من السعودية يقول: تعلمون سماحة الشيخ ويعلم العقلاء جميعا ما تواجهه البلاد في هذه الفترة، ومنذ يعني تقريبا سنوات مضت من مواجهتها لمجموعة من الأعداء ودخولها في كثير من الأزمات والصراعات، في هذا الوسط وهذا الحدث وهذا المشهد نسمع هنا وهناك دعوات إلى احتفالات يتخللها مجموعة من حفلات الغناء والسمر المحرم ربما كما يقول الأخ إبراهيم، ويريد منكم توجيه سماحة الشيخ لكل مسؤول عن إقامة مثل هذه المناسبات. إخواني، نعم الله يعني عظيمة، أعظمها نعمة الإسلام في أجل النعم وأهمها، ثم نعمة الغد العيش، ثم الأمر الاستقرار والترابط بين أفراد المجتمع. يعني في نعمة سابقة وخير عظيم، يجب أن نحافظ على النعمة وأن نرى حق رعايتها وأن نؤدي حقها بشكر الله بقلوبنا وألسنة وجوارحنا. أما أن نشغلها بالأغاني والرقص الغنائية والخليعة فإن هذا منافي للأخلاق الكريمة. يا إخواني، يعني إقامة الحفلة الغنائية لازم فيها خير، فيها كلام بذاء القول وسهر الليل على هذه الحفلات إلى طلوع الفجر، وما يصلي الفجر مع الجماعة أو يأخذ عن وقتها، وفيها مفاز كثيرة، والإنفاق عليها محرم. إن الرجال يتخوض من الغير، إن الرجال يتخوض بما بغير عافية بغير حق، قابله النار يوم القيامة. يا إخواني، اتقوا بأنفسكم وقابلوا هذه النعم بشكر الله، وابتعدوا عن معاصي الله، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا يضحكون يلعبون، أفأمن مكر الله فلا مكر الله إلا القوم الخاسرون. جزاكم الله خير. ولهتك ستر جميعكم أبقاني، أنا في حلوق جميعهم عود الحشا.